الله يسلمك. انت شنو رتبتك؟ انا سادسه. سادسه ايوه. 100%؟ نعم 100%. خش سيد. انا ما عندي حظ غير رتب. رتب تجيني الرتبه. ايه. ها طلعت من اعطوني نسبه العجز، قرار نسبه العجز. اجت الترقيه مالتي وين نسبه العجز؟ رحت ليهم للاداره قلت لهم ليش هيك غير انا تعطوني مالتي ومالت الاستحقاق؟ ما اعطوني. هسه راح نعطيك مال استحقاق. اي مال استحقاق قديمه؟ اثنين نعطيك اياها. اي سير الخدمه. وهذا القانون قلت لكم عليه اليوم راح اقول لك الاسماء بالجديد. هاي بالجديده. الله يسلمك. ترقيه هسه. وارجوكم هذا يضاف دكتور رعا ضمن الاسماء اللي انا راح اسال عليها دائما بحيث حفظتهم انا. اي انا يوميا دكتور عون اساله فلان 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 صار منه واللي تتطلب من السيد القائد العام انا اخذ لكم موافقه. بعد الله يسلمك سيدي. بعد والله وصلت لك انا هاي. بعد امال المانيا علي انا اتكفل بها. اي والله زين. الله يسلمك. واخوك كم راح انقله لك اليوم؟ اي والله. وترقياتكم اثنينها؟ اي والله. راح اعطيك رتبه من هذه مني وراح اعطيك رتبتين من السيد رئيس الوزراء. الله يسلمك. ثلاث رتب. الله يسلمك. خوش. الله يسلمك. بعد سيد اناشيد سيد محافظ المثنى احمد منفي ان الجريح فهد تجيل اجعالي نهار السماوه صوبة 2015 شهر الخامس واثرها صوبة سياره مفخخه اثرها اطيت اطرافي السفلى اليسرى واليمنى وناشي السيد المحافظ بان يوصلني دولة رئيس الوزراء يسوي لي اطراف ويسفرني لالمانيا وانا اعتقد دولة السيد المحافظ شافني من التقيت بالسيد الكاظمي. اي والله وهم ما سوى لي شيء فمن خلال السيد المحافظ بركة الله يسعيدي بيها واطلع لالمانيا ولك عد الله سيد المحافظ وانت اذا ما انت تقوم وياي اهلي قوم وياي.